اوكي، مرحبا معكم كاتيا احمد. هون الحلقة الخامسة بترجمة الكتاب سيرت ريزيلينس مانجمنت موديل، اي كتاب السيرت الخاص بنموذج ادارة المرونة. طيب هلا هون بيقول لي، بنبلش من هاي النقطة، بقول انه سيرت ار ام ام اللي اختصار لريزيلينس مانجمنت موديل، اوكي، يعني متأثرة ب كتير أو بعدد من bodies of knowledge. يعني bodies of knowledge هن الناس، يعني زي مناصب العلا بالخبرة، يعني هن زي ما مرقوا بالرسم عندنا هون، اللي هن مثلا عندنا مثلا عندنا project management، ال IT operations، السكيورتي، البروجكت مانجمنت، الاوديت، الريسك مانجمنت، كلهم هو البوديز اوف نوليدج. اوكي، اداره الاي تي واداره العمليات واداره المخاطره وكل شيء، يعني من مناصب بالشغل. اوكي، وكمان متاثره بعدد من النماذج بالاداره. اوكي، هلا بقول لك الشكل رقم 1.3 بيوضح هاي العلاقات. طيب هذا الشكل 1.3 هي قدامنا. طيب هلا بقول لك كمان شوف الجداول 1.1 و1.2 للتفاصيل عن العلاقات بين السيرت ار ام ام والسي ام ام اي، يعني نموذجين تبعون السي ام ام اي والسيرت ار ام ام. اوكي، شو الروابط او الاتصالات او يعني علاقات بيناتهم. اوكي، هلا بقول على المستوى الوصفي ل او من المنحى الوصفي للنموذج، مطارح العلاقات بين الموجودات بل بالشركة، يعني البروسيس ارياز بالسيرت ار ام ام، قد كانوا يعني واحد من اثنين، انه يعني كانوا يعني مطورين مخصوص لنموذج او للنموذج قصدي، او مستخرجين من يعني نفس نماذج السي ام ام اي. اوكي، ومعدلين حتى يكونوا مستعملين في يعني في كيف بدي اقولكم في المعنى تبع إدارة المرونة التشغيلية. اوكي، وبعدين كمان بقول لك السيرت ار ام ام كمان يعني مشتغلة على مبادئ وعلى مفاهيم الممارسة من يفون بقول اوكي من يعني هدول مع بعض الثلاثة، اللي هن الأمن واستمرارية العمل وال يعني او هن الثلاثة هدول نماذج يعني عم بحكي عنهم، اللي هن إدارة عمليات الاي تي، اوكي، استمرارية العمل والأمن. اوكي، كل وحدة نموذج لحال. اوكي، وبالأخص بقول لك على مستوى العمل او مستوى النمطي، اوكي، او النموذج ما بعرف كيف بدك تقوله، للمنتجات، اوكي، تبعية الشغل. اوكي، وال sub practices هون يعني حتى العمل، يعني الممارسات الضمنية جوا، يعني بكون في ممارسة عامة، في كمان ممارسة داخلية عم بتصير. اوكي، هلا هذا بيسمح لمستخدمين هالممارسات، اوكي، او قواعد عمل تبعية ممارسات، اوكي، بالشغل، انه يعني يدخلوا يعني التحسين على العمليات اللي هي او طريقة التحسين على العمليات اللي هي مبنية بتكون على طريقة النماذج،
اوكي، اللي مدخلين هاي النماذج كلها تبعية التحسين على العمليات بدون ما يأثر كتير، اوكي، او يغير كتير بالطرق الممارسة المعتمدة بالشغل. ماشي، او الاساس اللي الناس، او الطريقة، او بدون ما يأثر على الطريقة اللي الناس اصلا بهالمصلحة هاي وفي لهم ممارساتهم شغالين عليها من الاساس. اوكي، طيب هلا بيحكي عندهم هون انه السيرت ريزيلينس انجينيرينج فريم ورك في اطار عمل ل المرونة بالهندسة، اوكي، ومسمينه كمان انه قواعد الممارسة، وانه هذا في كتاب هيك في برجع عندهم اياه، اوكي، بسنة 2008 طالع، بيفصل العلاقات بين يعني قواعد الممارسة، اوكي، والممارسات اللي هي يعني الصغيرة المحددة، اوكي، بالسيرت ار ام ام. اوكي، هلا هذا الكتاب تبع الفريم ورك تبع الاطار العمل، اوكي، يعني بشكل دوري كيف بدي اقول، بشكل دوري بيتحدث، اوكي، حتى يعني يستوعب يعني انماط الممارسة او قواعد الممارسة الجديدة، اوكي، على بحسب الضرورة. اوكي، هلا بقول هذا الكروس ووك هو كتاب الفريم ورك نفسه، كتاب إطار العمل، محطوط كمان ب cert.org بالريزيلينس، اوكي، بالفولدر الريزيلينس، المهم مجلد الريزيلينس. هلا بقول لك يعني كيف بدي اقول لكم، لما تقول فاميلياريتي هون يعني انك انت كيف انت متأقلم ومتعود على انه قواعد الممارسة، اوكي، المشتركة المتعارف عليها كتير العامة، او نماذج السي ام ام اي، اوكي، ما بتكون مطلوبة حتى يعني انه تنفهم، ما بتكون مطلوبة حتى يفهم او يستعمل واحد السيرت ار ام ام. اوكي، على الرغم من هيك انه يعني معرفتك بهالممارسات والانماط او النماذج هاي، اوكي، بتساعد بالفهم وبال يعني وبتبني هالنموذج سيرت ار ام ام. اوكي، هلا ك كمان كنموذج وصفي، اوكي، كمان سيرت ار ام ام بتركز على وصف على مستوى الوصف، على مستوى وصف العملية، اوكي، يعني في بتركز كيف العملية بين الموجودات بدها تصير، اوكي، لكن ما بالضرورة يعني تقول للمنظمة او للشركة اللي انت فيها كيف هي لازم تحقق هالنية هاي، اوكي، وال كيف بدها تحقق، عفوا شوي، هون السيرت هون بتركز على قلنا على المستوى الوصفي لا او مستوى وصف العمليات بين الموجودات، لكن ما بالضرورة بتركز او بتروح بتشاور وبتدل على كيف الشركة عندك بدها تحقق الهدف، اوكي، والغرض والنية للوصف من خلال الممارسات المتبعة، اوكي، بالشركة. على الرغم من هيك الممارسات الضمنية الداخلية المحتوى في داخل كل مجال لعملية معينة تابعة
لسيرة أرام عام، أوكي، بتوصف بتوصف الأفعال، أوكي، أو يعني بتوصف الأفعال أو الحركات اللي لازم أو اللي مش اللازم اللي الشركة ممكن تاخذها حتى تنفذ أو وتشغل عملية، أوكي، وبهدول الممارسات الضمنية ممكن تكون بشكل مباشرة مرتبطة ب وحدة أو أكثر من الممارسات التكتيكية المستعملة بالشركة. لذلك أو بناء على ذلك، ولكن المجال للمواد بكل أو المحتوى بكل سيرت أرام أم بروسيس، ذلك كل مجال أو لكل مج ذلك المجال ل المواد أو المعلومات الموجودة بكل يعني مجال للعمليات بسيرة أرامام، أوكي، يعني بيمتد من عمليات كتير وصفية كتير موصوفة بشكل عالي، يعني أوكي، ل الأشي بيكون أكتر أو كتير يعني تشخيصي، أوكي، وبالآخر بيعطيك وصفة معينة كيف لازم الممارسات الضمنية تنشغل. أوكي، طيب، هلا ب من حيث السكوب، يعني من حيث المنظور العام للسيرت أرامام، عندي السيرت أرامام بتغطي النشاطات المطلوبة حتى يأسس، أوكي، ويسلم أو يوصل ويدير المرونة التشغيلية أو نشاطات المرونة التشغيلية، بحيث إنها تأكد، أوكي، أو تأمن، أوكي، مرونة الخدمات. أوكي، هلا الخدمة المرنة باعتبارهم إنه هي الوحدة أو هي الخدمة اللي تتلاقى مع مع مهمتها، أوكي، أو هدفها، لما تكون في ضرورة، أوكي، بأي وقت يكون في ضرورة، حتى تحت يعني الظروف السيئة، أوكي. وبعدين الخدمات بتكون يعني بشكل عام، أوكي، أو بشكل واسع معرفة بالسيرت أرامام، أوكي، الشركات الخدمات شو ما كان نوعها، أوكي، بشكل عام معرفة بالسيرت أرامام. على مستوى بسيط، أي خدمة بتكون مساهمة أو بتكون هي نشاط مساهم، أوكي، اللي هو بيستجلب بيستجلب يعني يعني نتيجة مرجوة أو واحد بده إياها، يعني أوكي. بعدين الناس والتقنيات ممكن يعملوا خدمات، مثلا الناس ممكن توصل البريد، اوكي، وكمان ممكن الايميل يوصل بريد، عرفتوا كيف؟ هلا الخدمة ممكن تكون يعني منتج ملموس، اوكي، والخدمة كمان ممكن تنتج منتج ملموس، هذا الأصل، أوكي. هلا من المنظور تبع المنظمة أو منظور يعني شركاتي أو تنظيمي، أوكي، الخدمات ممكن توفر يعني منافع داخلية، مثلا بين قوسين حاطط هون
انه دفع لمين؟ للموظفين. اوكي، يعني دفع الرواتب هون. او تكون عندها تركيز خارجي، مثلا توزيع الجرايد. اوكي، كل يوم الصبح مثلا بيجي حدا بيوزع الجرايد، فيها تركيز خارجي. اي خدمه بهالشركه او هالمنظمه بتكون، واللي بتكون إلها قيمة حتى تتلاقى مع أهداف الشركة، أوكي، ممكن لازم تكون، لازم تنعمل بحيث إنها تكون مرنة. عرفت كيف؟ يعني مش إنه يجي يوم ما يقطعش الواحد عن الشغل، تمام؟ هلا الخدمات بتعتمد على الموجودات حتى تتحقق، او حتى تحقق يعني مهمتها، اوكي، ومهماتها كلها على بعض يعني. اوكي، في يعني بداخل السيرت ار ام ام الموجودات هن محددين او محدودين للناس. عرفت كيف؟ او هن يعني بيقتصروا بس على الناس، المعلومات، التقنيات، يعني الأجهزة أو الأدوات، الأشياء اللي هي بتيسر الشغل. أوكي، طيب، هلا الخدمة اللي بتطلع أو بتنتج منتوج ممكن يكون بيعتمد على مواد خام، بس هاي المنتوجات بتكون خارج المنظور المباشر للشركة. اوكي، او المنظور المباشر عفوا للسيرت ار ام ام. اوكي، فبقول لك هون ان الخدمة ممكن اللي بتنتج منتج ممكن تكون كمان بتعتمد على مواد، على مواد خام، لكن هاي الموجودات بتكون خارج يعني المنظور تبع السيرت ار ام ام. اوكي، او نطاق عمل السيرت ار ام ام. هلا على الرغم من هيك، الاستعمال لسيرت ار ام ام ببيئة انتاجية، اوكي، وبيئة انتاج بشكل عام، بتكونش هاي، في كلمة اسمها precluded، يعني ما بتكونش من الأساس مضمنة. اوكي، لأنه يعني مثل include بتدخل، preclude بتكون بالقبل. اوكي، ما بتكونش مضمن من الاساس، يعني شو؟ لانه الناس والمعلومات والتقنيات والاشياء اللي بتسر الشغل، اوكي، بتكون هي جزء حساس من او اساسي كتير من توصيل المنتوج او توصيل اي منتوج. اوكي، وكل والمرونة التشغيلية تبع هاي الناس، اوكي، ممكن تكون تندار من خلال العمليات الموجودة بالسيطرة، تمام، يعني العلاقات بين الموجودات والناس. يعني المهم، هلا السيطرة ام ام حاط هون بالمايل شيء بركز عليه، بقول لك السيطرة ام ام ما بتغطي التالي: النشاطات المطلوبة حتى تأسس وتوصل وتدير الخدمات. بمعنى اخر، السيرت ار ام ام ما بت يعني ما بتدلش او بتدور يعني تطوير الخدمة او تطوير اي خدمة من المتطلبات او التأسيس لخدمة، لنظام خدمة، نظام إدارة خدمة. أوكي، فنعيد هالجملة. عندك كونسيرت أر أم أم ما بت يعني ما بتاخذ بعين الاعتبار أو بتطلعش ب تطوير أي خدمة، أوكي، من متطلبات، أوكي، أو تأسيس لنظام إدارة خدمة. أوكي، هالممارسة، هالنشاطات هاي بتكون مغطاية بالسي ام ام اي، اوكي، فور سيرفيسز موديل. يعني في عندك النموذج تبع الخدمات اللي هو نازل بالسي ام ام اي، اوكي، فبرمزوه بسيرفيس سي ام ام اي اس في سي، على اساس انه سيرفيس، على اساس انه خدمة. اوكي،
اوكي، هذا بناء على يعني الفريق اللي بيشتغل بالسي ام ام اي اللي متعلق في الانتاج بسنة 2009. ولكن على الرغم من هيك، ولكن يعني الحد اللي او الى الحد اللي الاداره بين قوسين يعني للخدمه بيتطلب الى الحد اللي الاداره للخدمه اوكي بتطلب يعني كيف بدي اقول لك انه اعتبارات قويه للمرونه اوكي. لا خلينا نعيدها، مش مزبوط لكون على الرغم من انه على الرغم من هيك انه لحد الى الحد انه الاداره ل للخدمه اوكي بيتطلب يعني اعتبارات كبيره للمرونه، السيلف ار ام ام ممكن تستعمل مع السي ام ام اي سيرفيس، يعني كل شيء بيتعلق في كيف تدير الخدمات اوكي، لحد انه لحد لحد يعني تتمدد اوكي او تمد التعريف ل خدمة عالية الجودة اوكي، وتوصيل كمان تعريف توصيل او تحديد خدمة عالية يعني توصيل خدمة عالية الجودة، حتى تدخل اوكي او تضمن مبدأ المرونة اوكي كجزء من خصائص الجودة تبع هاي الخدمة اوكي. هلا سيرة المهام كمان تحتوي على ممارسات اللي هي بتغطي إدارة الشركات الكبيرة، هاي أول شغلة بتغطي كمان يعني مرونة الهندسة أوكي، يعني نحكي عن مشاريع هندسية مثلا، كمان عن إدارة المشاريع أو التشغيل، إدارة تشغيلية أوكي أو إدارة التشغيل كله على بعض، أو إدارة العمليات يعني التشغيل من حيث التشغيل يعني مثلا إدارة العملية مثلا إنه من حيث إنه مثلا شو علاقة الناس ببعض والشركة والموجودات وهيك، وبعدين شو اسمه هون يقول وعمليات أخرى داعمة اللي هي بتحاول تأكد على إدارة فعالة اوكي ونشطة فيما يتعلق ب المرونة التشغيلية اوكي. هلا حطوا بين قوسين هون ذا انتربرايز، انتربرايز يعني الشركة الكبيرة، فبقول لك الانتربرايز يعني توجه التوجه من حيث الشركات الكبيرة للسيرت ار ام ام، هو اللي عم نحكي عن توجه السيرت ار ام ام هون اوكي، او التوجيه تبعه بيكون مش انه ما بيعني انه هي كتير بتركز على انه لازم يكون عندي شركة كبيرة او شيء، عرفت كيف، او على نموذج اوكي بتعلق بنموذج اداري بتعلق بشركات ضخمة اوكي، او انه هي لازم تكون يعني واحد لازم يستعملها بس لما يكون عندي شركة كبيرة اوكي. على الرغم من هيك صرت ار ام ام بتركز على مستوى العمليات في المنظمة او الشركة اوكي، يعني اللي بيكون بهذا المستوى بيكون الخدمات عادة او بشكل نموذجي عم تتنفذ اوكي. هلا الشركة يعني نواحي او نواحي او المنحة تبع الشركة يعني الشركات اوكي، او كيف يعني يعني من لو نطلع فيها من ناحية الشركات لسيرت ار ام ام او المنحة تبع سيرت ار ام ام من حيث الشركات اوكي، بيوصف كيف يعني
شيء بسموه horizontal functions. horizontal functions هون of of the organization، يعني الشركة أوكي، وكيف يعني الوظائف تبعتها اللي بتكون كلها بشكل أفقي أوكي، يعني بتغطي قد ما فيها من الشغل أوكي، مثل إدارة الناس، ولا يعني ما تكونش متعمقة بكل شغلة، بتاخذ مثلا مستوى معين وبتاخذ انت قاعد فيه، وكل الوظائف او الاشغال اللي عم تنشغل اوكي بلحظة معينة بشكل عام اوكي. مثل اوكي نتابع قطعات الكهرباء. اوكي، فبتكون بنحكي نحن انه المنحة الشركاتي تبع او النواحي الشركاتي تبع الاستاذ ارامام ما بتوصف كيف يعني الوظائف الافقية للشركة، مثل ادارة الناس وتدريبها وادارة الادارة المالية اوكي، وادارة المخاطر المخاطر، هدول كلهم اوكي بيأثروا على العمليات. مثلا بقول لك اذا الشركة بتكون او المنظمة بتكون عادة او بشكل عام يعني ضعيفة في او فقيرة في ادارة المخاطرة اوكي، هل التأثيرات هاي ممكن يعني يعني بتتسجل على المستوى او بتتقيد يعني بتنكتب هيك على او بتقعد على المستوى التشغيلي ب يعني انه اذا واحد بده يسجلهم هون يحط فيهم زي كان بيحط علامات اوكي، بنحطه انه كيف بدول يعني التعرف على المخاطر بكون قليل اوكي، منحط متدني اوكي، فقير كثير، حتى يعني الاولويات مين اولى من مين بتكون كمان قليله، المجيتيشن هون التخفيف كمان بكون نوع تخفيف المخاطر بتكون قليل، عرفت كيف؟ وبعدين اولويه المخاطر هون بتكون قليله كمان، يعني هي القصد. كمان ما بيكونش عنده انه يعني كيف بقول مثلا انه مثلا تحط كيف المخاطرة قديش بدك انت تخاطر، فيك تمرق شغلات او ما تمرق شغلات، فبكون عنده تقدير لهالامور كثير بيكون منخفض اوكي. طبعا شيء عادي لانه اذا انت ما بتدرس مخاطرك جيد بشكل جيد، يعني واحد بياكل هواء تمام. هلا سيرت ارمان بتقول لك انه كانت مطوره حتى تكون يعني ممكن تتكبر وتتمدد على انواع متعدده من الصناعات اوكي. والصناعه مش مجرد صناعه زي مثلا مولد او سياره بتصنع، عرفت كيف؟ اي نوع من المهام اوكي او المصالح، بغض النظر انه قديش هن كبار هالمصالح هاي نفسها او الصناعات هاي. بكل مؤسسة او شركة اوكي عندها ال عندها ال يعني مركب اوكي التشغيلي او المحتوى التشغيلي، الشيء اللي ممكن يشغل اوكي، وعندها الخدمات او يعني كده عندها خدمات بتشغلها اوكي وبتنفذها، اللي هي بتحتاج لدرجة من المرونة التشغيلية اوكي، في عنا كلمة هون هيدي ما بعرفها بدي اشوفها بس اعذروني.
اوكي، فاللي بتحتاج يعني درجة من المرونة التشغيلية بتتناسب مع تحقيق الهدف. اوكي، فعلى الرغم من على الرغم على الرغم من انه او على الرغم من انه السيرت ار ام ام انه هي انعملت او انشأت او تركبت ب يعني بس يعني بالمصالح اللي بتتعلق او بالشغل اللي بتتعلق بالخدمات الماليه، اوكي، او اي صناعه بتتعلق في الخدمات من نوكيا ل مصارف لاي شيء ومن هالشكل، هي اصلا يعني بتنسى او يعني بتنسى كانك عم تسوق طياره او بتنراد، اوكي، او مستعمله ب يعني خدمات صناعية أو صناعات أخرى، أوكي، يعني وكمان مستعملة في المنظمات الحكومية، أوكي، يعني مهما كانوا كبار أو صغار، أوكي، يعني مستعمل بقطاعات صناعية أخرى وبناتنا كمان بناتها كمان الحكومة، تمام. هلا بقول لك بالآخر أو بالنهاية نهاية المقال لك فهم يعني فهم تركيز السيرت ار ام ام على تحسين العمليات ممكن بيقدر يكون يعني كيف بدي اقول لك بيخدع، عرفت شو؟ ممكن يكون شوي هيك بيعمل لعب بالحكي. اوكي، مثلا من يعني يعني مثلا يعني بقول لك هون ايه هلا فهمت، مثلا من مثل من هندسة البرامج، اوكي، هو مكان جيد واحد بلش منه، مثلا بقول لك ب سي ام ام اي لديفلوبمنت موديل، كيف في سي ام ام اي ديف يعني اللي هو النموذج التطويري بس بالسي ام ام اي، بالتركيز على التحسين هو نشاطات هندسة البرامج اللي أداها عبر شيء مشروع معين، أوكي، وبيكون هو عنده هون هذا الحكي جاي من خلال الفريق تبع السي ام ام اي بسنة 2006. طيب هلا هون بقول بالسيرت ار ام ام التركيز على إدارة المرونة التشغيلية او التركيز تبع تحسين اداره المرونه التشغيليه بالسيرت ار ام ام هو اداره او نشاطات اداره المرونه التشغيليه حتى تحقق مرونه الخدمه، اوكي، زي انه على اساس انه تكون مأداة بوحده، وحده بمعنى جزء هون من التنظيم او هيكلية الشركة، اوكي. هذا المبدأ ممكن يصير يعني متكرر، اوكي، وبس مش يعني تأثيره ما بيقل، عرفت كيف؟ يكون متكرر يعني مش لأنه تكرر كتير بصير معاش يصير معاش معاش مؤثر، لا، هون ممكن يكون ما يكون انه يعني يكون اقل تاثيرا، اوكي، او ما يعني ما يكون انه يعني بضله في له اثر. هالقصد انه هون بقول لك انه هل مبدا، اوكي، انه بكون لازم يحافظوا على مرونه الخدمات، اوكي، فممكن يكون هذا كتير متكرر، اوكي، بس مش انه يخف اثره. اذا الوحده يعني التنظيمية خلينا نقول اللي هي بالشركة، اوكي، او الوحدة المنظمية اذا بتكون بالشركة، بتكون انه هي وحدة من او جزء من الشركة، اوكي، اللي بتكون هي المسؤول الاول لادارة المرونة التشغيلية، اوكي، من حيث الخدمات، اوكي، مثلا
أمن المعلومات في شيء يعني مديرية من المديريات أو أقسام الشركة أو فريق ممارسة أو استمرارية العمل، أوكي؟ يعني واحد من هالاثنين هن بيكونوا مسؤولين عن إدارة الخدمات من حيث المرونة التشغيلية، أوكي؟ للخدمات. طيب هلا بهال يعني من حيث هذا المعنى، أوكي؟ نشاطات المرونة التشغيلية بتكون كمان هي خدمات تابعة للوحدة المنظمية، أوكي؟ طيب صرنا 1.3 هون. هلا لك سيرت ار ام ام وسيام ام اي مودلز. هلا بحكي عن المودلين، أوكي، النموذجين سيرت ار ام ام وسيام ام اي مودلز. هلا سيام ام اي إصدارها 1.2 بتحتوي على 3 نماذج متكاملة، أوكي؟ في عندنا وحدة للديفلوبمنت للتطوير، وحدة للاستحواذ الاكوزيشن، وحدة عندنا جديدة هي اسمها للخدمات. تمام. هلا سي ام ام اي فريم ورك، يعني انه اطار العمل تبع سي ام ام اي، يمكن هو بيحكي عن الكتاب، يعني بيوفر يعني هيكل او بناء عام، اوكي، ل نماذج السي ام ام اي، اوكي، وبتكون كمان هذه الهيكلية مش بس للنماذج تبع السي ام ام اي، كمان للتدريب وال هنشوف شو الابريزل. بس اوكي، والتقييم يعني كمان. فإذا هي بتوفر هيكل عام، اوكي، لنماذج وتطوير يعني تركيبات التقييم، اوكي، او محتويات التقييم تبعون السي ام اي. طيب هلا السي ام اي للتطوير، اوكي، والاستحواذ هن يعني بينحسبوا زي ايش، عندنا بيحكوا اللايف سايكل. اللايف سايكل يعني انت بتبلش من نقطة، اوكي، بتمشي هالشغلة وبتكبر وبتصغر هذا، وبعدين بعد فترة بتموت، اوكي، فانت بشكل دوري بتروح بتشتغل على هذا الموضوع عشان تضله مستمر، اوكي، مثل ما انا عم بمشي الفأرة. ف بقول لك بالنسبة كدورة الحياة تبع النماذج، اوكي، او من حيث دورة الحياة تبع المشروع بشكل عام، خلينا نقول هيك بالضبط، بكون التطوير والاستحواذ هن بأول دورة الحياة تبع المشروع، اوكي، بحيث انه هن يعني بينظروا ل عمليات النظام والبرمجية، اوكي، من خلال تنفيذ مرحلة أو من خلال مرحلة التنفيذ، أوكي، بس هن ما بالتحديد بتطلعوا بهالموجودات، أوكي، الموجودات بالشركة بالعملية، أوكي، من خلال يعني هن وشغالين على الموضوع. تمام. فان الموجودات اللي عم يحكي عنهم هون شو هن، انه السيستم بروسيسز، عمليات النظام والعمليات البرمجيه، اوكي. هلا السي ام ام اي لخدمات، السي ام ام اي تبعت الخدمات، اوكي، اللي هي النموذج هذا، اوكي، تبع الخدمات، بياخذ بعين الاعتبار عنده مش بس تطوير خدمات، اوكي، واداره اي خدمه مهما كانت، اوكي، او اداره او نظام اداره خدمه، بس كمان بتطلع ب يعني النواحي التشغيليه تبع
توصيل الخدمة. تمام، عرفت كيف؟ هلا عندي السير، تمام، هو بشكل أولي، أوكي، يعني هو نموذج كتير بركز على طريقة تشغيل الأمور، أوكي، بس كمان يعني إيده للسيرت أر إم إم كنموذج يعني بيوصل لحتى مرحلة، يعني بيرجع كمان بيوصل لحد مرحلة التطوير، أوكي، ل لدورة الحياة تبع الموجودات مثل البرامج والأنظمة، حتى تتأكد من تتأكد من أخذ الاعتبار، يعني أو تتأكد من إنه متطلبات الجودة تبع أو لا، حتى تتأكد من إنه دورة الحياة تكون على من يعني من أولها، أوكي، وتتأكد من إنه الجودة تبعها من أولها، هيك القصد، لحماية و حماية الموجودات، أوكي، بمجرد ما يصيروا مشغلين، أوكي، ويصيروا فعالين للشغل. طيب خليني أعيد هالجملة شوي سهيلة هاي، لأنه مش واضحة كتير، طويلة كتير حتى. هو سيارة أر إم إم هي نموذج يعني بيركز على التشغيل للأمور، أوكي، لكن يعني إيده بتطال مرحلة التطوير للموجودات مثل البرامج والأنظمة، حتى تأكد إنه على أول دورة الحياة تبع، أو تأكد على الجودة من أول دورة الحياة، أوكي، ومتطلباتها ل لحماية هاي الموجودات، او جودة حمايتها، جودة يعني كيف بدي، يعني شو هاي زنخة كتير هاي صايرة، اوكي. طيب خلينا نعيدها هون، بقول not this reaches back into the development phase of the cycle for assets such as software or systems to ensure the generation of life of your life cycle. اوكي. هلا هون بقول انه اتفقنا انه هي بتكون بركز على على التشغيل، لكن هي بتوصل لمرحلة التطوير، أوكي، للموجودات مثل الأنظمة والبرامج، حتى تأكد إنه أخذ عين الاعتبار، أوكي، للمتطلبات تبعية إنه حماية هاي الموجودات بمجرد ما يصيروا تشغيليين، اوكي، بس امتى تاخذ باعتبار؟ باول دورة الحياة تبع الموجودات، وعلى يعني بس يكونوا بحالتهم، حالة جودة العالية، اوكي. على كل هلا مثل ما في عندنا هون السي ام ام اي للخدمات، اوكي، السيرت ار ام ام كمان بشكل واضح، اوكي، وصريح، يعني بتطلع ب او بتشاور او بتحكي عن ال يعني النواحي التطويرية للخدمات والموجودات عبر يعني نشر، اوكي، يعني نشر هالفكر او يعني تخلي هالفكرة شغالة، عرفتوا كيف، بين الناس، اللي هي بتكون مبني، في عندي متطلبات، في عندي يعني عندي المقارنة بتكون مبنية على متطلبات واضحة، على هندسة واضحة، اوكي، لحتى الواحد يطور وينفذ استراتيجيات تتعلق في المرونة، اوكي، وبتكون هي تقريبا كأنه كيف الدي ان اي تبع الجسم، اوكي، بتكون هي يعني روحها لهالموجودات، عرفتوا كيف، في بيئة تشغيلية. هلا لانه
سيرت ار ام ام بطبيعتها يعني هيك واسعة ومفلشة على الآخر، أوكي، وإنه بتستحوذ كيف ما كان شو ما كان تقريبا، أوكي، بالإدارة. التركيز على استعمال نموذج سي ام ام اي، تركيز على استعمال يعني العناصر الهيكلية، أوكي، أو البنيوية ل سي ام ام اي او نموذج سي ام ام اي، بتكون يعني مرتبين بطريقه اولويه، طريقه الاولويات عبر او فوق مثلا اعتبارات واضحه وصريحه للتكامل مع، اوكي، او دمجها مع نماذج سي ام ام اي، اوكي، وانه هي كان لها اولويه يعني هالعناصر الهيكليه او البنيويه تبع نموذج سي ام ام اي، اوكي. فخلينا نعيد هاي بقول لك هون، لانه كان لانه بطبيعه بسبب طبيعه السيرت ار ام اي ار ام ام الكبيره هاي الواسعه، تركيز على العناصر البنيوية لنموذج سي ام ام اي، اوكي، كان معطى أولوية أكبر من الاعتبار الصريح ل تضمين أو دمج نماذج سي ام ام اي. فإذا سيرت ار ام ام سيرت ار ام ام اوكي، وعندنا سي ام ام اي دائما بنشوف العلاقة بيناتهم. فإذا هذا بمعنى، ولك بينما سيرت ار ام ام ممكن يعني بيقدر الواحد يطلع فيها ك كتعريف يعني كوكبة العمليات ب سي ام ام اي، اوكي، او في تعريف كوكبة العمليات بسي ام ام اي، هذا الشيء ما كان الهدف يعني الباكر او الاول شيء بلشوا فيه بابحاث السيرت ار ام ام اي السيرت ار ام ام، اوكي، والتطوير. فهمت كيف؟ يعني هي ما كانت الشغله السيرت ار ام ام انه يطلعوا بتحديد كوكبه العمليات اللي موجوده بالسي ام ام اي، اوكي، وانه تحديدها هذا اللي بيحكوا فيه. هلا على الرغم من هيك، يعني المطورين تبعون نموذج سيرت ار ام ام ركزوا على العمليات الأساسية يعني الجوهرية، اوكي، منشان إدارة المرونة التشغيلية، بحيث أنهم يعني دمجوها مع عناصر نموذج السي ام 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 سي ام ام اي، اوكي، حتى ل يعني لأكبر مدى ممكن، اوكي، وبالتالي انه لانه هل لانه البنيويتين تبع السي ام ام اي والسيرت ار ام ام شبه بعض، اوكي، السي ام ام اي يعني اللي بيستعمل السي ام ام اي بضل في هون كمان يدخلوا بالسيرت ار ام ام، اوكي. ففي عندنا الجدول 1.1 بيعطيك ملخص عن الروابط تبعون ال يعني الروابط او العلاقات بين نواحي العمليات، اوكي، يعني العمليات كلها هي انه روابط بين الموجودات وعلاقات الموجودات بالناس، اوكي، او الموظفين، بين سيرت ار ام ام والسيرت والسي ام ام اي مودلز، اوكي. بعطيك كيف السي ام ام اي شو عندها والسيرت ار ام ام شو عندها. بعدين عندك الجدول 1.2 بيلخص كمان
يعني نموذج سي ام ام اي اخر، والشبه معه مع الشبه بينه وبين السيرت ار ام ام. اوكي، هلا بقول لك اصدارات الحديث الاحدث من سيرت ار ام ام راح تحاول انه يعني تخفف قد ما فيها من الفروقات الواضحة بالنموذجين. اوكي، وبتدخل على السيرت ار ام ام قد ما فيها من السي ام ام اي. اوكي، من عناصر السي ام ام اي حسب الضرورة. طيب هلا هون مثلا عندك عمود تبع نماذج عمليات، انه نواحي العمليات تبع السي ام ام اي، وهون شو بناء شو في بيقابلها بالسيرت. اوكي، هلا مثلا عندك هون capability management maturity integration اوكي models. اوكي، يعني القدرة والاستيعاب والسعة، اوكي، وقديش واحد لما بصير يكبر كتير بصير يقدر انه يعمل اللي بده اياه، من حيث انه تنظيم الخدمات وتطوير والاستحواذ. ففي هون ببلش اول شيء بال سيرفيس اونلي، يعني بالخدمات بس. هون بيحكي عن ككام، هي اختصار كام، يعني السعة وال قديش الإتاحية تبع الإتاحية هون، وانه كيف مثلا نعمل إدارة للإتاحية والسعة. اوكي، وهون في عندنا تي ام، في عندنا في المقابل تي ام تكنولوجي مانجمنت، إدارة التقنيات. اوكي، فبقول لك هون ستارت ار ام ام بتطلع بإدارة السعة والاستيعاب من منظور التقنيات أو الموجودات التقنية، أوكي، أو التكنولوجية، بس ما بتشاور على يعني قدرة استيعاب الخدمات. أوكي، أو قديش حجم الاستيعاب تبع الخدمات. اوكي، بقول لك كمان إدارة الإتاحية أو قديش متاحة الأمور. اوكي، هي يعني كيف بدي أقول، العنوان الرئيسي الأساسي المركزي ب السيرت أر أم أم، هو المطرح اللي كتير بتحاول السيرت أر أم أم تركز عليه. اوكي، وبشكل هام أوي كتير كبرت او توسعت من الموديل تبع او من النموذج تبع سي ام اي سيرفيس، اوكي، تبع الخدمات، يعني سي ام اي تبع الخدمات. هلا بيحكي انه الخدمه او يعني قديش الخدمه متاحه بشكل عام بتكون، او كعنوان يعني تحيه الخدمه بتكون مضوع عليها بالسيرت ار ام ام عبر إدارة الإتاحية المطلوبة للناس والمعلومات والتقنيات وكل التسهيلات اللي هي بتمشي الشغل. أوكي، وبالتالي إنه العمليات هون أو المطارح اللي فيها بتكون عمليات اللي بتكون علاقة بين الموجودات والناس. أوكي، يعني مطارح العمليات اللي هي بتكون علاقة بين الناس والموجودات وهيك، اللي هي بتسوق أو بتمشي، أو هي اللي بتقود شغل إدارة الإتاحية، بتتضمن أول شيء في عندنا الـ RRD اختصارا، اللي هي Resilience Requirements Development، يعني تطوير متطلبات المرونة. بعدين في عندنا هون كمان إدارة متطلبات المرونة، الـ RMM Resilience Requirements Model. وبعدين أوكي، في عندنا الـ EC Environmental Control، يعني تعمل تحكم على البيئة. أوكي،
اوكي، مش البيئة بمعنى الوسخ والهذا، لا، انه الجو العام تبع الشركة بتعرف تعمل له تحكم. اوكي، بعدين في عندنا كي اي ام اللي هو knowledge of information management، يعني إدارة أو knowledge and information management، يعني إدارة المعلومات okay، والعلوم اللي عندنا بالشغل مثلا. بعدين في عندنا people management، إدارة الناس. بعدين في عندنا إدارة التقنيات technology management TM. اوكي، شوف إذا في شيء بعد. اوكي، خلينا هون عفوا. هلا فإذا بقول لك الار دي هاي بتكون بتشغل وقت ما يكون في متطلبات للمتاح، يعني لما تكون اتاحت اوكي دول، لما تكون تأسست متطلبات الاتاحية. اوكي، او قديش الامور متاحة الواحد يقدر يشتغل او يعمل او يوفر خدمة. اوكي، هلا كمان في عندنا إدارة متطلبات إدارة أو إدارة متطلبات المرونة، أوكي، اللي هي بتكون دورة الحياة تبع متطلبات الإتاحة للخدمة، بتكون هون مدارة. بعدين في عندنا هون كمان الـ EC، هون هي Environmental Control، يعني التحكم بالبيئة، بتكون بتكون حيث المتطلبات إتاحة الخدمات للتسهيلات، يعني أو الأشياء الأدوات اللي بتسهل الشغل، أوكي، بتكون مشغلة ومنفذة ومدارة. أوكي، كمان عندنا هون إدارة المعلومات، واضحة ما في شيء. أوكي، مشان إنك مثلا إذا حابب توفر خدمة فيها نوع من المعلومات، تمام، بس تكون هذه يكون مشغلة ومنفذة ومدارة. كمان في عندنا إدارة الناس، أوكي، اللي هي بتكون يعني أنت كمان لازم يكون عندك ناس يكونوا موفرين للخدمات، عرفتوا كيف؟ ولازم يكون مدارين. في عندنا كمان إدارة التقنيات، نفس الفكرة، كله عن إتاحة التقنيات، تحت المعلومات، تحت هذا كخدمة كاملة، يعني متكاملة، بس كل وحدة بيقسموها لحال. أوكي، هلا كمان من حيث السي ام ام اي، في عندنا اذا شيء اسمه الاي ار بي، انسيدنت ريزولوشن اند بريفنشن، يعني وقت ما يصير في عندي مشكل، اوكي، كيف يعني نقدر نوصل فيه لنقطة بتنحل الامور، وكيف ممكن نمنعها. هذه الاي ار بي، اذا ريزولوشن هو وصول لحل، والبريفنشن عندنا هون المنع. اوكي، وهذا بتعلق ب ال بالسي ام ام اي كسيرفيس، كخدمات بس. فاذا في المقابل عندي في سيرت ار ام ام، في عندي شيء اسمه يعني تحكم واداره، يعني الصدمه اللي بتصيبك او الحادث اللي بيصيبك. اوكي، اي ام سي، اللي هي انسيدنت مانجمنت اند كنترول. فبقول لك بالسيرت ار ام ام الاي ام سي بتتوسع او بتوسع الاي ار بي، الاي ار بي اللي هي قلنا شو، انه واحد يوصل لنتيجة بالحادث ويقدر يطلع منه قرار معين وحل معين، ويشيل ويحط كمان نوع من الحد منه. اوكي، فبتوسع الاي ار بي، هي هاي هون، حتى تلقي ضوء على يعني إدارة أوسع، أوكي، هيك بنظرة أوسع كبيرة، أوكي، على إدارة الأحداث، أوكي، أو على نظام إدارة الأحداث، وعلى دورة حياة المشكلة اللي ممكن تصيبنا، أوكي، على مستوى الموجودات. أوكي، يعني التفافات شوي هيك حوالين الـ IRP، أوكي، أو اي شيء ممكن تشتغله من خلال اي بي، بس الاي ار بي بس منه هيك لف دورات. اوكي، بتكون كمان موسعه ب او ايه متوسعه بالسيرت ار ام ام، حتى تلقي الضوء على على الممارسات من حيث انه كيف ردة الفعل الواحد على اي حادث ممكن يصيبه. اوكي، هلا في عندنا هون كمان المانجمنت اند اناليسيس، الام اي، هلا دول هون كل الكودز اوف براكتسز الواحد ممكن يمرق فيهم. اوكي، فهيك مرمزينهم هن، يعني هن رموز اللي هن بتتعلق بالممارسات. اوكي،
فمجرمنت اناليسز يعني التحليل والقياس. اوكي، كمان سموه نفس الشيء، هذه تنتقل زي ما هي من السيرت من السي ام ام اي. اوكي، بعدين ال measurement analysis يعني ال MA، اوكي، تقييم والقياس مرتبط كتير بشغلة كمان تحت تمرق في شيء اسمه المون. المون يعني monitoring، عرفتوا كيف؟ فاللي هي بشكل صريح وواضح بتلقي الضوء على جمع المعلومات اللي هي ممكن تستعمل في التحليل والقياس. اوكي، هلا في عنا كمان عنا OPD Organizational Process Definition. اوكي، كلهم هول رموز بيستعملوهم هن بالإدارة. اوكي، فعاملين الكواد على اساس ما تقولش كتير تحكيش كتير، خلاص هول معروفين زي الرياضيات يعني بالنسبة لهم. فعندنا هون Organizational Process Definition، يعني تعريف العمليات داخل الشركة. اوكي، شو العملية كيف بتصير، scaled over from CMMI، يعني هاي بتتاخذ زي ما هي من CMMI. اوكي، لكن التطوير او دورة حياة التطوير او اي شيء يتعلق بالتطوير، اوكي، نشاطات التطوير والامثلة بتكون ما مركزين عليها او محذوفة. اوكي، هلا في عندنا هون كمان الاو بي اف اللي هي organizational process focus، تركيز على يعني من حيث تركيز تنظيمي على العمليات. اوكي، تنظيمي من حيث الشركة يعني هون. كمان هاي بتتاخذ زي ما هي من السي ام ام اي. اوكي، هلا كمان عندنا هون الاو تي، في عندنا organizational training يعني تدريب، كمان بسموها هون يعني هون تدريب داخل الشركة، بقول لك هون التدريب والوعي. اوكي، الاو تي انه تكبرت حتى اللي تاخذ بعين الاعتبار كمان بالسيرت ار امام الوعي. اوكي، او نشاطات الوعي بالشركة، انه شو لازم تكون واعي انت عم تشتغل، مش مجرد عم دربناك وخلصنا. اوكي، هلا في عندنا الار اي كيو ام، اوكي، ريكويرمنتس مانجمنت، مانجمنت يعني إدارة المتطلبات. هون سموها الـ RMM اللي هي صارت عندي هون شو أو الـ RM الدبل RM هون RRM، اوكي، مش RMM. في عندي هون إدارة متطلبات المرونة. اوكي، هلا المتطلبات الأساسية لل ار اي كيو ام، اوكي، هنا حطوا بال ار ار ام، وبعدين لكن التركيز هو على اداره متطلبات المرونه للموجودات والخدمات بغض النظر اذا كانوا هن اذا كانوا هن بطور التطوير، عرفتوا كيف، بمرحله التطوير او بدورة التطوير. في عندنا كمان ال RD requirements model او development، يعني في عندنا هون requirements development يعني ادارة او تطوير، عفوا تطوير المتطلبات. هون كمان نزلوها بال RRD، يعني مثل في عندنا RRM management ادارة، هون في عندنا كمان RRD بمعنى التطوير هون. اوكي، فنفس فهون بيقول لك الاساسيات تبعون الار دي، العناصر الاساسيه تبعون الار دي بالسي ام ام اي، حطوهم بالار ار ام باداره ال وبس. يعني الممارسات وطريقه الشغل تبعها بتفرق شوي. اوكي، بشكل اساسي. هلا هون بيجي عندنا ريسك مانجمنت، اداره المخاطر. اوكي، او المخاطره. عندنا هون يعني العناصر السي تبعون إدارة المخاطر. أوكي،
اوكي ب يعني هون مثلا سموها ريسك، هون سموها ار اس كي ام، هي نفسها. بس هون مثلا قال اللي جايين بالسي ام ام اي انعكسوا على الريسك، بس يعني النازلين بالسيرت ار ام ام، لكن التركيز هو على نشاطات إدارة المرونة، إدارة المخاطر التشغيلية. أوكي. وقدرات إدارة المخاطر بالشركة، أوكي، أو على المستوى الكبير تبع الشركة. كمان هذا صار جزء من التركيز في سيرة ار ام ام من حيث المخاطر. هلا كمان في عندنا سبلاير اجريمنت مانجمنت، السام، اوكي، يعني إدارة يعني الناس اللي بتورد لنا لازم يكون في نوع اتفاقيات بيناتهم، فإدارة الاتفاقيات بينه وبين اللي بيوردوا لنا البضاعة أو الشغل أو وات ايفر التوريد بيكون، شو ما كان التوريد اللي بيكون. ف فهون بيعتبروها بالسيرة ار ام ام انه الاعتماد اداره الاعتماد الخارجي او الاعتمادات الخارجيه. اوكي، يعني شو ما في شيء الشركه بتعتمد عليه من برا، في لازم حدا يكون عم بيدير هذا الموضوع. تمام، بس هون مش بس مثل عاملين بالسي ام ام اي انه بس والله بس الناس اللي بتورد، كمان كل شيء من برا. اوكي، يجي هلا كمان في عندنا الاسكون سيرفيس كونتينيوتي، قديش يعني استمراريه الخدمه. اوكي، هذه بس بالسي ام ام اي سيرفيس، بس بنموذج الخدمه تبع السي ام ام اي. هلا هون سموه شو كمان اس سي، يعني هي نفس الكلمه بس كل مره برمز شكل. اوكي، فبقول لك بالسيرت ار ام ام انه استمراريه الخدمه بتكون موضعه هيك نشاط إدارة المخاطر التشغيلية، أوكي، اللي هي بتضوي على شو المطلوب حتى الموجودات والخدمات تبقى صامدة. أوكي، بحيث بتضلها كمان بنفس الوقت متوازنة مع ال مع الأشياء اللي هي يعني تكون في موضع التحكم من شان تمنع أي مشاكل ممكن تصير. أوكي، وكمان تكون متوازنة بنفس الوقت مع الاستراتيجيات. أوكي، مثل ما هو معرفة بالسي تي ار ال. هلا السي تي ار ال يعني أظن هو عم برتبهم بالترتيب الأبجدي، مش نازلة هون سي تي ار ال. على كل هو مسمينا بالكنترول، هي اظن يعني كنترول سي تي ار ال، بدك تفكر على الكنترول، فبالرمز تبع الكنترول كيف ما هو معرفين ادوات التحكم المانعة. اوكي، والاستراتيجيات. طيب هلا في عندنا التكنيكال سوليوشن تي اس، الحل التقني، اوكي، او تكنولوجي. في عندنا هون ريزيلينت تكنيكال سوليوشن انجينيرنج، يعني هون شوف شو مسمينه هون، بس مجرد ببساطه الحل التقني هم مسمينه شو هندسه يعني الحل التقني المرن. اوكي، ف ار تي اس اي بتستعمل الحل التقني كالاساس. اوكي، بس نحن هون نعمل كل شيء الحل يكون تبعنا بحيث انه يتعلق في اداره المرونه التشغيليه، نبقى يعني نهندس حل يكون له علاقه في المرونه التشغيليه. طيب خلص بالجدول 1.2 وبس هذا الفيديو. هلا بقول هون كمان في عندنا عنصر هون، هلا هون هذا الجدول بيتعلق بشو علاقات اخرى بين السيرت ار ام ام والنماذج ونماذج السي ام ام اي، اللي هن نماذج اللي حكينا عنهم الثلاثه، التطوير ديفلوبمنت، السيرفيس الخدمات،
والاكوزيشن الاستحواذ. اوكي، في عندنا هون الرابط تبع العلاقات العامة والممارسات، بيحكي هون الرابط هو انه بين السات والسي ام ام اي، اللي هو يعني الممارسات والاهداف العامة. اوكي، بتكون اصلا يعني مكيفة بشكل بالاغلب. اوكي، من سي ام ام اي. اوكي، مكيفة بشكل زي ما هي، يعني ما بتتغير، ما تغيرتش. اوكي، من السي ام ام اي بتغييرات بسيطة. اوكي، اللي هي بتكون معمولة كما يلي: مثلا طريقة الترقيم المستعمل بالسيرت ار ام ام، بتستعمل مثلا جي بي. اوكي، طريقة الترقيم بهالطريقة. اوكي، مثلا جي جي 1 جي بي 2، يعني الهدف الجنرال جول واحد، هي معناها جي جي هون وجي بي معناها شغلتين. ف الهدف العام رقم واحد، وفي عندنا الممارسة العامة رقم 2، هيك مثلا. اوكي، فبرقموهم بهالطريقة. اوكي، هلا كمان عندنا مثلا بتقول الممارسة العامة رقم 2.1 بالسي ام ام اي بتركز على السياسة، السياسة العامة بالشركة، مثلا السياسات العامة بالشركة. لكن السيرت ار ام ام موسعة، بحيث لانه كنموذج، يعني السيرت ار ام ام موسعة بحيث انها تضوي على التحكم. اوكي، مع اعتبار انه السياسة المستعملة هي جزء من التحكم طبعا، لانه بتحكي عن السياسة بس هيك على حال، بدون ما تحكي عن السايز ما لها معنى. هلا الجينيريك براكتس 2.6، يعني الممارسة العامة 2.6 بالسي ام ام اي، اللي هي اسمها إدارة ال يعني ركلازات او التركيبات او الاعدادات. اوكي، هي الممارسة العامة تبع 2.6 بالسي ام ام اي، بس بالسيرت ار ام ام هي موضحة حتى بشكل واضح او واضح او صريح، تركز على منتج على منتج الشغل. اوكي، ويعني اعداداتها كاعدادات منتج الشغل حتى تتفادى الخربطة. اوكي، او اللخبطة مثلا، مع النشاطات الاعداد، نشاطات إدارة الاعدادات. اوكي، اللي هي التقليدية بتكون، كما هي معرفة ب عمليات الاي تي. اوكي، عمليات الكمبيوتر اللي الناس بتشتغل بالكمبيوتر. طيب هلا في عندنا ال continuous representation، يعني تمثيل المتواصل. اوكي، تمثيل متواصل للشركة. إدارة هون عم بحكي ال CERT RMM بتتبنى مبدأ التمثيل المتواصل. اوكي، من CMMI زي ما هي. اوكي، يعني ما بتغيرش فيها. بعدين capability levels، يعني مستويات القدرة. اوكي، او الاستيعاب، لا هم مستويات القدرة، عفوا مش الاستيعاب، مستويات القدرة هون. بقول لك سيرت ار ام ام بتعرف 4 مستويات في القدرة. اوكي، لحد لحد ايه لحد المستوى رقم 3 من القدرة. اوكي، وبكونوا هدول معرفين، هدول التعريفات من مستويات القدرة الموجودين بالسي ام ام اي بنقولين زي ما هن للسيرت ار ام ام. اوكي، محمولين زي ما هن للسيرت ار ام ام. اوكي، ففي عندهم 4، في وحدة رابعة
يعني هو ماخذ من الاولى للثالثه، هدول بياخذون زي ما هن من السيرت من السي ام ام اي، وعنده السيرت ار ام ام بتضيف وحده اضافيه. طيب هلا في عندي الابريزل بروسيس، اوكي، يعني قلنا الابريزل شو كانت؟ التقييم، عمليه التقييم. بقول لك هون السيرت ار ام ام، عمليه السيرت ار ام ام فيما او عمليه تقييم القدره في السيرت ار ام ام، بتستعمل عناصر من يعني في شيء اسمه، في عمليه بسموها سكامبي، اوكي، فبتستعمل كتير عناصر او نواحي من عمليه سكامبي. هاي اختصار لك هذا شغله، اوكي. هلا احنا سكامبي فوق ما معلق شيء اسمه سكامبي، اوكي، هون نازلين بسيرت بالسي ام ام اي سكامبي، تمام. هلا بقول لك مبدا المشروع بشكل عام، اوكي، انه فكره مشروع، فكره انه وجود شغله بنسميها المشروع، اوكي، ب سي ام ام اي هي منفذه بالسي ام بالسيرت ار ام ام كوحده تشغيليه، اوكي، او وحده، عفوا، وحده منظميه، اوكي. السيرت ار ام ام بتكون، او بقول لك تقييم القدرات بالسيرت ار ام ام، اوكي، عندها هيك زي يعني شغلات بتبني عليها، اوكي، او بتكون عندها زي مثلا لكون يعني شيء زي انشائيات او شغلات هيك بتبني عليها، بتكون موروثة من سكامبي، هاي من عملية سكامبي، اوكي. بدك تشوف هون بقول لك القسم 6.41 لاستعمال سكامبي بسيرت ار ام ام اللي متعلق ب تقييم القدرات. هلا هول لسه جايين لقدام فيهم بالكتاب، ماشي. هلا انا ما بدي اكمل بعد بالشرح، بكفي لحد هون، اوكي. الكتاب كتير كبير، كتير طويل، يعني هي عم بنحكى بحوالي يعني بنحكي بحوالي 900 صفحة تقريبا، اوكي. ارجو تكونوا استمتعتوا معنا. اكبس على اللايك، اكبس على الدعايات، ضروري تكبس كذا مرة على الدعاية، وكمان تكبس كمان على التعليقات، وتكتب لنا شو رأيك بالترجمة اللي عم نسويها. وشكرا جزيلا، سلام.